هلا هيك خلصنا ستيرز وراح نروح وين؟ على الرامس. الرامس برضو عنصر ليفل لليفل تاني. هذا النقل راح يتم سموثلي يوزنج رامب مش ستيب. سمبلي معناته راح افسك رامس. هلا حبيسالني دو ونت تو سيف لانه لي اكثر من 30 دقيقة عم بشتغل، راح اعمل كانسل لانه اي دونت ونت تو سيف. سمبلي راح يسالني من اي ليفل لاي ليفل. اوفسيتس مالتي ستوري نفس الدرج بالضبط. الاوفسيتس حاعطيني ابيلتي اني انا اطلع اب ليفل او انزل بلو ليفل، سوري اباف ليفل او بلو ليفل، ونفس الشيء بالتوب ليفل. حخليه من الزيرو للاول. اذا كنت اخذ اكثر من ليفل بنفس السلوب وبنفس الشكل اند وات سو ايفر، راح اختار من مالتي ستوري لاي ليفل انا بدي اوصل، فحيعمل لي مور ذان 1 كوبي. لو جيت انا هون اخذت رن، كليك على الستارت على الان، بعدين من هون اوتوماتيكلي حيعطيني الرامب مع اللاندنج، حيكمل لي بهاي الصوره. سلوب الرامب اللي انا عم بشتغل عليه كمان شوي حنتحكم فيه. نعمل ابلاي ونروح 3D. هذا هو الرامب اللي وي هاف جاست كرييتد. فاين، بس انا ما تحكمت بالسلوب. طبعا كيف ممكن اتحكم بسلوب الرامب وشكل الرامب اللي انا عم بتعامل؟ نرجع مرة تانية على البلان، نحكي له انا بدي اخذ رام وبدي اعمل edit type. من edit type بدي احكي له duplicate، بدي احكي له مثلا exterior dash concrete مثلا material dash نحكي 20% slope. تمام، نعمل اوكي. هلا الاوبشنز اللي حتعطيني اياها الرام، اول شيء الشيب يعني عبارة عن سلابة وعم تعلى، سوليد يعني عبارة عن صبة واحدة وعبارة عن رام ما في تحتي أي فراغ. هنشوفهم بالسكشن كمان شوي. تكنس إذا كان تك كم التكنس المطلوب، لأنه عم بشتغل إكستيرير راح أعمله إكستيرير رام. تكست ما بتهمني التكست اللي حتطلع عليه. الماتيريال بما إني عملته كونكريت فراح أغير الماتيريال من هون لكونكريت، خليها ريانفورس كونكريت. هاي كليك. هلا ماكسيمم لينك وماكسيمم سلوب. ماكسيمم لينك قد ايه انا معاي مجال ارسم الرام طوله from the start point للاند بوينت. الماكسيمم عندي 12 معناته انا بقدر اوصل بس ل 12. افرض انا بحتاج اكثر، فهون لازم احط طول اكثر مثلا 30 وقد ما بدي اخذ منه. هلا السلوب، ماكسيمم سلوب 1 على اكس. معناته انا بدي 20%، 20% equals 1 على x معناته x equals 5. لو عملت هلا اوكي ورسمت انا الرام اللي بدي اياه 15 متر، عملت انا هون اوكي حيعطيني الرام المطلوب. لو رحت على السكشن، اخذنا سكشن فيو ورسمناه من هون لهون وعملنا دبل كليك، هذا هو الرام اللي بدي اياه واعطاني الهاتش المطلوب بالسلوب المطلوب. كيف بدي اتاكد انه السلوب تبعي صح؟ كيف اتاكد انه واصل من الليفل للليفل المطلوب؟ لو انا رحت على الليفل 1 اكيد اعطيني فلور على سبيل المثال، هذا الفلور اعطيني اياها هون بهذا الشكل. هاي اوكي كرييت سيميلر، احكي له اعطيني اياها على ليفل 1، احكي له اعطيني ريكتانجل برضه اعطيني اياها هون. اسرع طريقه لاتاكد يعني من الاوبجكت تبعي، حكيت له برضه روح لدبل كليك على السكشن، راح الاقي انه واصل المكان اللي بدي اياه للمكان اللي بدي اياه. شو يعني ثيك وشو يعني سوليد؟ من هون اختار سوليد، احكي له ابلاي، حيكون بهذا الشكل. بس هذا قليل ما يستخدم. وشو يعني ثيك وشو الثيكنس تبعها؟ من هون احكي له 300 مثلا، احكي له ابلاي، اعطيني فيها 450 مثلا. هاي ابلاي عشان تماتش السلاب. هون هذا بالنسبة للرام. طبعا الليبلز والجرافيكس هاي بتتحكم بكيف شكل التكست عليه بالبلان، كيف تطلع عليه كلمة اب تطلع عليه كلمة داون عند البداية والنهاية. لو رحت انا هون راح الاقي فيه كلمة اب ما بدي اياها تطلع، ما حسجلها داون. اذا كنت في الليفل اللي فوق وعم بشوف الرام بينزل او الدرج برضه نفس الشيء، راح الاقي داون ما بدي اياها تطلع، او بدي اغير الكلمة بقدر اغيرها من هون واخليها تطلع مثلا داون كاملة على سبيل المثال، بس ما احب اكتبها كاملة، راح احكي له داون ليبل اون حتطلع داون. لو رحنا على السكشن، البلان ما بياخذ بالسكشن، فلو رحت انا على انوتيت
من انوتيت راح اخذ سبوت سلوب، وجينا هون هاي مشكلته ما عم بقرا معي سلوب. الرامب اللي بنعمل بالفلور بيقرا هذا السلوب. لو رحت على البلان برضه ما بياخذ، لو اخذته على الريلينج برضه ما قرا، it does not define the slope. عشان هيك احنا بنروح نعمله بالفلور. ولو كنت بدي اقرا السلوب وبدي اعمله رام بروح بعمله تكست سلوب، يعني بكتب اللي انا بدي اياه. افرض انا بدي شكل مختلف للرام، ما بدي اياه ستريت، سمبلي دبل كليك، هو اصلا باي سكتش، كيلو باوندري كيلو، اعطيني اياه مثلا هيك هيك، اسوي اي شكل انا بدي اياه. تمام، هاي راح اعمل هاد ديليت، اعمل هاد ديليت، باوندري مره ثانيه الشكل اللي بدي اياه مثلا هيك بهذا الشكل. خلنا هاد هاي ترم سمبلي. هلا وانس عملت اوكي حيعمل لي ابديت لهاد الرام اللي انا عم برسم. هون هاد بالنسبة للرامز وللستيرز. نفس الشيء مشكلة الريلينج، اذا انا بدي احلها سوري حعمل سبلت مثلا، نعمل هيك بهذا الشكل، نعمل اوكي ضلت واحدة برضه نعمل سبلت.